ارفع قلبك الوقت ده، قول يا رب أنا مش بنهي سنة وابتدي سنة، لكن يا رب أنا عايز ابتدي علاقة حقيقية معاك، تكون علاقة واضحة، علاقة يا رب يكون فيها نعمة وفرح ورجاء، علاقة يا رب يكون فيها حب حقيقي نابع من القلب. يا رب أنا غلطت كتير وتعبت قلبك كتير، وممكن تكون تعبت كمان اللي حواليا كتير يا رب، لكن أنت عارف القلب اللي بيحبك واللي محتاج حقيقي يا رب يتغير. أنا مش مستني يا رب تعويض في السنة دي على أمور في حياتي، أنا مستني تعويض في علاقتي معاك. رجعلي العلاقة يا رب اللي كانت بيني وبينك، رجعني يا رب القعدة الحلوة معاك، رجعني يا رب نقرأ كتابك، رجعني يا رب نسمع صوتك، رجعني يا رب خادم، رجع فيا الخدمة ورجع فيا التكريس الحقيقي، رجع فيا خدمتي في مدارس الأحد تكون بالروح والحق، حط فيا يا رب إذا كنت في مكان ما في شغلي في بيتي، حط فيا يا رب القلب الرحيم، حط فيا يا رب الحواس النقية، حط فيا الروح يا رب اللي أقدر لما الناس تشوفني تشوفك. ساعدني يا رب إن السنة دي ما تكونش يا رب أستنى أمور أرضية، زي ما قلنا في الأول كده يا رب وسمعتنا صوتك، العالم ممكن يفرح لكن حزني أنا يتحول إلى فرح، والفرح يا رب الحقيقي إن علاقتي تبقى معاك، تبتدي معاك. رجع علاقة كل خادم بيك، رجع علاقة كل كاهن بيك، رجع علاقة كل أسرة بيك، رجع يا رب علاقة كل واحد محتاج يا رب ان ترجع علاقته بيه. افتقدنا يا رب خلاصك، لانك انت اله صالح وكريم. نشكر محبتك، نشكر صلاحك. ابتدي معانا يا رب سنة جديدة، ابتدي معانا وقت جديد، ابتدي معانا بروح جديدة، ادينا قلب جديد، ادينا فرح جديد، لانك انت اسمك مبارك وكريم، ليه كل المجد والكرامة من الان وكل اوان ويضع الدور كلها. آمين.